عالمي المدرس، أريد فعلا أن أجدد الشكر والتقدير والتحية لكل الأساتذة الذين درسوني طيلة كل هذه السنوات التي أمضيتها في التعلم. منهم من التقيته في المدرسة، ومنهم من التقيته في الجامعة، ومنهم من التقيته في الحياة، وكلهم أخذوا بيدي إلى بر الأمل. هناك موقف عجيب وغريب يحكي عنه عالم الاجتماع الفرنسي بير بورديو، أنه ذات يوم كان حينما كان طالبا بجامعة السوربون بباريس، قال: كانت الدروس مملة، وكنا حينها وخرجت من الجامعة أبحث عن معلمين كبار خارج أسوار الجامعة. وفعلا وجد حينها غاستون باشلار، رغم أنه في فترتها كان مغمورا، يعني لم يكن مشهورا، ولكن بعد سنوات صار باشلار هو مؤسس الإبستيمولوجيا وأصول العلم. نعم، من هذه الطرفة يبدو أن المعلمين الحقيقيين يكونون في الظل، ليس الذين يظهرون دائما إلى الإعلام أو تراهم يمارسون أنشطتهم ويشاركونها على مواقع التواصل الاجتماعي بلهف شديد، إلى أن يروهم الناس، إلى أن يعززوا هذا الشعور أو ذاك، إلى أن يشعروا بأنهم يفعلون في المجتمع. لكن المعلمين الحقيقيين هم الذين أخذوا بأيدينا وأخبرونا بشيء جميل، أن الرحلة شاقة وصعبة وتتطلب المزيد من الجهد، وتتطلب أن تكون لديك قدرات وأن تنمي هذه القدرات. ومن بين السمات الأساسية لهؤلاء المعلمين أنهم يملكون قلوبا كبيرة، قلوبا تحوي الدرر والجواهر، قلوبا تستطيع أن تنظف الخطأ، قلوبا تستطيع أن تهتم وأن تلألم الأشياء الممزقة بداخلنا. ولولاهم ما كنا شيئا، وما امتلكنا فصل الخطاب، ولا كيف نتحدث مع الناس، ولا كيف نكتب ونوصل رسالتنا في الحياة. وفي هذا اليوم أريد أن أشكرهم وأجدد شكري للذين أخذوا بيدي، رغم أنني كبرت في بيئة صعبة، قرية بسيطة، إلا هذا الأمر لم يمنع من أكون متميزا وأن أكون ناجحا في حياتي. ولولا أولئك المدرسين ما كنت شيئا.